قال وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر إن الوزارة شرعت في أعمال صب القواعد الإسمنتية الأساسية لوحدات مشروع الرمل الإسكاني إذن بانطلاق الأعمال الإنشائية في هذا المشروع السكني المتكامل والاستراتيجي وأكد الوزير أن مشروع الرمل يعد من أهم المشاريع التي تنفذها وزارة الإسكان في الوقت الحالي ضمن استراتيجية بناء مشاريع مدن البحرين الجديدة حيث سيتم بناء 3520 وحده وشقه سكنيه بالمشروع. مراسلنا يحيى العمري والتفصيل. في اطار استمرار وزاره الاسكان تنفيذها المشاريع الاستراتيجيه في مدن البحرين الاسكانيه الجديده. تتواصل الجهود المكثفه لمنتسبي الوزاره هنا في مشروع الرمل الاسكاني الذي بدات فيه اعمال صب القواعد الاسمنتيه الاساسيه للوحدات الاسكانيه إذن بانطلاق الاعمال الانشائيه للمشروع. تم تخطيط المشروع لبناء ما يقارب من 3520 وحده سكنيه ما بين بيوت وشقق. الان احنا بدينا في تنفيذ المرحله الاولى من المشروع اللي تالف من 1265 وحده سكنيه في صوره بيوت. والمرحله الثانيه لتقريبا تقريبا 2300 شقه سيتم ان شاء الله بنائها في المستقبل القريب فعلى هذه الأرض سيتم بناء مشروع سكني متكامل يشمل 3520 وحدة وشقة سكنية بالمشروع ليستوعب ما يعادل 32500 نسمة بعد الانتهاء من تنفيذه بكامل مراحله، حيث ستنتهي المرحلة الأولى منه والتي تتضمن تنفيذ 1265 وحدة سكنية مع حلول عام 2019. تم ترسيه العقود تم ترسيه المناقصات بناء الوحدات السكنيه على اربعه مقاولين تم البدء في بناء الوحدات كما ظاهر في, في الصوره يسير العمل بوتيره متسارعه احنا الان حتى سابقين البرنامج زمن الموضوع يتم صب تقريبا ما يقارب من ثمان قواعد يوميه بدات وزاره الاسكان بالمرحله الاولى من مشروع الرملية وذلك ببناء 1261 وحده سكنيه تحت اشراف مهندسين وزاره الاسكان الذي الذين يقومون بتطبيق احدث المواصفات العالميه بهذا المشروع واختبار المواد عن طريق المختبرات المعتمده بالمملكه وايضا عن طريق بالتعاون مع وزاره الاشغال مختبرات وزاره الاشغال. انطلاق مشروع الرملي يأتي بعد أن أبرمت وزارة الإسكان مؤخرا عقود بناء 1265 وحدة سكنية من نوع دي 11 بمشروع الرمل الإسكاني مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 56 مليون و700 ألف دينار كمنحة مقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر برنامج التنمية الخليجي ملامح مشروع الرمل الإسكاني ها هي تتضح وترتسم على أيدي العمال والمهندسين بوزارة الإسكان إذن بانطلاق المرحلة الأولى من هذا المشروع الاستراتيجي الذي يلبي احتياجات المواطن البحريني على موقع استراتيجي وهام وحيوي على خارطة المملكة يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين